بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. في الفيديو الحالي هنكمل شغل على الـ ASC Time Table. الفترة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي بنشرح الجداول الإلكترونية المدرسية، برنامج أو تطبيق الـ ASC Time Table. النهاردة هنتكلم عن موضوع إضافة بيانات المدرسة، وده موضوع يعني مهم. هنفتح التطبيق من Start ASC Time Table وهنختار التطبيق. هيفتح معايا وهنفتح الجدول بتاعنا اللي شغالين عليه وهندخل على المدرسة. من هنا هيبدأ يجيب لي الوزارد ده المعالج اللي هو احنا اضفناه في اول خطوة في انشاء الجدول المدرسي. كانت اول خطوة هي ديت، ان بيضيف اسم المدرسة والسنة الدراسية. طبعا دي 17-18، المفروض هي 18-19 النهاردة، مش مشكلة، حضرتك بتعدلها براحتك. وعدد الحصص في اليوم احنا مختارين 8 ايام، وده 5 ايام 8 حصص وخمس ايام دراسة، جمعة والسبت اجازة، وشلنا الحصة الصفرية. والنهاردة هنشتغل في الحقول المخصصة، دي اللي هنضيف منها بيانات المدرسة. اول حاجة اسم المدرسة، مكتوب مدرسة شابة الاعدادية، العنوان وعنوان المدينة عشان نعرف نشيل الشارع ولا اسم المدينة، ماشي. بس هنا هنبدأ نضيف اسم الشارع. انا كنت عايز اكتب المحافظة والادارة والبلد اللي احنا فيها، ماشي، ولكن طبعا اشيلهم اكتبهم كده، فقال لي ان ده يعني، شوف لما جيت اشيله احذفه قال لي لا يمكن تحرير الحقول الافتراضية، الثلاث حقول دول افتراضيا ولكن ممكن تضيف من زر اضافة. طيب اوكي، خلينا ندخل على الشارع. هنكتب ان المنطقة بتاعتنا اسمها شابة، طبعا بكتب انجليش، نكتب عربي شابة، والمدينة بتاعتي اسمها مدينة دسوق، دي في محافظة كفر الشيخ. طيب اضيف المحافظة ازاي؟ هعمل اضافة، هكتب هنا محافظة او المحافظة، ماشي، موافق، وهنا اول ما تختار المحافظة هيظهر معاك التكست بوكس ده، تكتب فيه المحافظة كفر الشيخ، وتروح تعمل اضافة. عايز اكتب المرحلة، المرحلة بتاعتي الاعدادية، موافق، اضافة، مفيش موافق هنا، بتكتب اضافة على طول، اسم الحقل الجديد. طيب خلينا نكتب الرقم التعريفي، كل مدرسة لها رقم تعريفي كده، موافق. طبعا انا مش عارف الرقم التعريفي ده، مسؤول الاحصاء، فهنكتب اي رقم. اضافة حقل جديد. بعد كده هكتب مثلا عدد الحجرات المدرسية او الدراسية، يعني كم فصل عندك المدرسة بتاعتك. المدرسة 5 ادوار، كل دور فيه 6 فصول، يبقى مثلا 30، مثلا يبقى عدد الحجرات هنا هكتب 30، 30 فيهم معامل طبعا حوالي 10، ماشي، مكتبات وتطوير وبس فضائي ومعامل علوم كده يعني، يبقى مثلا ناخد 20، ماشي، نعمل اضافة المعامل او القاعات المعملية ديت، كام؟ 10 هي والمكتبة كده. هنضيف كمان اسم مدير المدرسة، ممكن، موافق، مثلا. وكمان هنضيف مصمم الجدول المدرسي، او بلاش مصمم، مدخل البيانات في الجدول، مدخل بيانات، موافق، وده هنختاره من هنا ونكتب اسمه. وبالطريقة ديت حضرتك هتضيف كل البيانات الخاصة بالمدرسة، لان طبعا التايم تيبل ده او الجدول المدرسي اللي حضرتك هتعمله الالكتروني ده
في كل بيانات المدرسة، حتى إن في طلاب، يعني تقدر تكتب في الجدول المدرسي أسماء الطلاب اللي في الفصول وأسماء الطلاب اللي في الأنشطة. وده هنعمل له فيديو مستقل في كام دقيقة كده، نشرح فيه إزاي ممكن تضيف أسماء الطلاب وتعمل لهم مجموعات، بحيث إن هو لما تختار المجموعة ألف تروح لوحدها، معروف إن ال10 طلاب اللي هم فلان وفلان وفلان دولت في مجموعة ألف، مجموعة ب يبقى فلان وفلان وفلان، أو نشاط واحد ونشاط اتنين، مش نشاط واحد ونشاط اتنين، نشاط واحد نفسه مقسم إلى أكتر من يعني نشاط، زي النشاط الصحفي والنشاط الرياضي والنشاط اللي هو الاقتصاد المنزلي مثلا او المكتبة او غيره، ونشاط اتنين بيبقى فيه بعض الانشطة ايضا زي ده. المهم ده مش موضوعنا دلوقتي، انتهينا من اضافة بيانات المدرسة للجدول الالكتروني، ودي كانت المعلومة اللي حبيت اشارككم فيها في الفيديو الحالي. ارجو ان حضرتك تشارك الفيديوهات وتعلق عليها وتعمل لنا كومنت، وكمان تشترك في القناة وتدعو اصدقائك ليدعمونا بالاشتراك في القناة، ادعمونا بالاشتراك في القناة، يعني قناتنا لسه طبعا بادئة ناشئة لسه جديدة كده، وعايزين يعني بعض الاشتراكات من حضراتكم عشان تنتشر وتنتشر الفيديوهات اللي بنحاول ان احنا نبذل فيها مجهود كبير ديت انها توصل لحضرتك وتوصل لغيرك. كنت معكم ابراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.